بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما علم جبريل الأمة عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، ثم عن الإسلام، ثم عن الإحسان، ثم عن علامات الساعة، فعندما سأل رسول الله عن الإحسان قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وقام العلماء لمجال الإيمان بعلم العقيدة، ولمجال الإسلام بعلم الفقه، ولمجال الإحسان بما أسموه بعد ذلك علم التصوف، وهو علم القلوب وعلم الأعمال والأخلاق، فيحلي القلب ويخليه، يخليه من كل قبيح ويحليه بكل صحيح. ومن تحلى بعد أن تخلى الأنوار على قلبه تتجلى. من هنا نشأت المدارس التي سميت بالطريق أو بالطرق نسبة إلى الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الطرق ما تلقيناه من سيدي عبد الله ابن محمد ابن الصديق الغماري الشاذلي المغربي، ومن هذا أيضا ما تلقيناه عن سيدي محمد زكي الدين إبراهيم بالسند المتصل إلى منتهى، ومن هذا أيضا ما تلقيناه عن السيد الشريف الحسيب النسيب حسن عباس زكي إلى منتهى عن طريق الشيخ عبد الفتاح القاضي. طريقنا طريق الشاذلية. سجلنا هذا الطريق في المشيخة العامة للطرق الصوفية منذ سنوات عدة. هذا الطريق بأسانيده المختلفة له برنامج واضح، هذا البرنامج فيه الذكر والفكر، وفيه التخلية والتحلية، وفيه عدم الالتفات إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى لا نلتفت إليه، لكنه أيضا فيه فعل الخير. الجانب الاجتماعي لا بد أن يلتفت إليه من يريد أن يسعى إلى الله، لقوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأردنا أن نفعل الخير، فأسسنا كما أسسنا الطريقة الصديقية بسندها المتصل والحمد لله رب العالمين، أسسنا المؤسسة الصديقية التي تقوم بالخدمات طبقا لما نظمه ولي الأمر ورتبه، وهو أمر نافع للعموم. هناك فرق بين المعرفة وبين التطبيق. الإسلام دين من اطلع عليه لم يتأخر في السعي إليه، أخلاق عالية وفكر إلى آخر المدى من الترتيب ومن الحسن، وعلم يبتعد عن الخرافة وعن الأوهام. ولكن حال المسلمين في التطبيق على غير ذلك. في بعض أماكن كأن المسلمين فيها يستمعون إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخالفوا، فالفعل هنا مخالف لما عليه سيدنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحدث صورة سيئة عندما نحاكم الإسلام بالمسلمين. مثل هذا يحدث في التصوف. التصوف صفاء، التصوف إحسان، التصوف تخلية القلب من كل ضعيف وتحليته بكل صحيح. قل: تخلية القلب من كل قبيح وتحنيته بكل صحيح. فلما نأتي في التطبيق
نرى هذا الإخلاص الذي أمرنا به ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم قد لا يتوافر في أحد ممن انتسب إلى التصوف. فإذا الناس أخذوا هذه المظاهر فإنهم قد ضلوا الطريق. التصوف ذكر وفكر، التصوف تخلية وتحلية، التصوف التزام بالكتاب والسنة. ورد عن الإمام حسن العطار شيخ الإسلام شيخ الأزهر، وهو توفي في عهد محمد علي باشا، أنه كان يحب السماع. وابن القيصراني ألف في جواز السماع، هو وغيره من الأئمة المصريون عندهم لطافة في الروح وفي الذوق العالي، فتراهم عندهم ليونة في حياتهم وفي تطبيقهم للديانة، متخذين قول رسول الله يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ديدنا لهم. ونعم الديدن، ونعم ما يفعلون. ولذلك ترى أهل كل الديار يحبون المصريين إلا أولئك المتشددون، فإن يرونهم قد انحرفوا عن التشدد وعن كل جواض جعضري متكبر، فيرونه بعاد عنه. أما المصريون فوهب الله لهم طبيعة ونيل وجو معتدل جعلهم على هذه الهيئة من الرفق بالناس وقبول الآخر. كنا نقول إذا كان هناك حوار بين السنة والشيعة فأحسن من يقوم بهذا الحوار المصريون، لأنهم محبون لآل البيت يعشقونهم، والحب لا سبب له، هو انجذاب إلهي وعمل بالمودة التي أمرنا الله فيها بها، إلا المودة في القرب أحب آل البيت. ولذلك كان الإنشاد الديني وكان الصوت الحسن في تلاوة القرآن، وكان هذا النظام المصري الذي ذهب إلى تركيا فأثر فيها بعد دخول سليم خان مصر وأخذوا كثير من تلك الكفاءات، أصبح المصريون مدرسة مهمة في التلاوة وفي المديح وفي الإنشاد، وستظل كذلك. بلد عريق له في التاريخ مكانة ومكان، بلد كثيف السكان، فكفاءات الكثافة تخرج. بلد نبت فيه الشيخ رفعت والشيخ قناوي والشيخ أحمد ندى. الشيخ أحمد ندى عندما كان يقرأ القرآن في سيدنا الحسين يسمعه من في العتبة من غير ميكروفون. ما هذه المواهب؟ منح ربانية صمدانية. فأهل مصر مخصوصون بخدمة هذا الجانب الصوتي. أول من عمل جمع صوتي للقرآن هو المصريون، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل وآخرون مما يستحيل حصرهم في أذهاننا أو استحضارهم في الوقت. لماذا؟ لأنهم قمم وعباقرة في التلاوة.